الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم. حلقه كلام تاني، حلقه يوم الجمعه. الحقيقه الكلام المسيطر منذ ساعات قليله هو الضحايا اللي سقطوا في الحرم المكي نتيجه سقوط رافعه حديديه. لم تتضح حتى الان الاسباب وراء سقوط هذه الرافعه، وان كانت بعض الانباء قد اشارت الى ان هناك امطار شديده في السعوديه ربما ادت الى سقوط هذه الرافعه. الحصيله حتى الان اكثر من 65 شهيد سقطوا في هذا الحرم المكي، بالإضافة إلى أكثر من 80 شهيد. الحمد لله حتى الآن المعلومات تشير إلى أنه لا توجد حالات وفيات بين الحجاج المصريين، ولكن الأنباء تشير بشكل حتى الآن واضح إلى وقوع عدد من الإصابات بين الحجاج المصريين، تقريبا ما يقرب من 12 حالة إصابة. هتابع مع حضراتكم التفاصيل بعد الفاصل مباشرة، لأني عارفة أن هناك حالة من القلق الشديد تنتاب الكثيرين الآن، خوفا على أهاليهم وذويهم اللي بيأدوا فريضة الحج في هذا التوقيت. زي ما قلت لحضراتكم منذ ساعات قليلة كانت الأنباء عن سقوط رافعة حديدية في الحرم المكي، مما أدى إلى سقوط ما يقرب من 65 شهيد وفقا لبعض محطات الأخبار السعودية، وما يقرب من 90 جريح حتى الآن. الحقيقة في حالة وتساؤلات كتيرة جالنا على الصفحة خاصة بعدد الضحايا أو المصابين المصريين في هذا الحادث. هتعرف على التفاصيل من الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة. مساء الخير دكتور حسام. نوري استاذة رشا، زي حضرتك؟ زي حضرتك يا دكتور. عايزة اطمن من حضرتك، انا عارفة ان في اتصال مباشر بين حضرتك وبين مبعوث وزارة الصحة في الحرم المكي للاطمئنان على المصابين في هذا الحادث الأليم. يعني هو صار في تواصل مباشر مع السيد رئيس بعثة الحج، اللي هو والبعثة كلها موجودين في المستشفيات. احنا المصابين المصريين حتى هذه اللحظة موجودين في 3 مستشفيات في مكة المكرمة. آخر بيان جالنا منه ده كلها بيانات أولية، لأنه مازال الحصر شغال، إنه في عندنا 12 حالة إصابة، في 2 بس منهم حالتهم غير مستقرة، والعشرة الباقيين في واحد خرج الحمد لله بعد تلقي العلاج، وفي 9 تحت العلاج والملاحظة، مصابين بكدمات وسجاحات وحالتهم مستقرة. احنا إن شاء الله بمجرد ما تتأكد الأرقام والأعداد هننزل بيان تفصيلي بالاسماء، عشان زي ما حضرتك ذكرتي ان في قلق عام عند اهالي الحجاج. صحيح. ممكن يكون حد منهم مصاب، نقوم بعمل ده. هو المصابين مش بس حجاج، هو كمان في عاملين مصريين، بنتكلم على رقم كل المصريين المصابين حتى هذه اللحظه، في منهم من الحجاج وفي من العاملين في الحرم المكي. يعني عدد من العمالة المصرية اللي كانت بتعمل في الأعمال الموجودة بالحرم المكي، والحقيقة هي مستمرة منذ فترة طويلة يعني لتطوير منطقة الحرم المكي. بالضبط. طيب هل عندنا يعني المؤكد زي ما حضرتك تفضلت عندنا 12 حالة إصابة؟ هقول الكلام تاني بس حضرتك تأكدولي علشان الناس قلقانة. 12 حالة إصابة، منهم 2 فقط في حالة خطيرة، وفي حالة خرجت من المستشفى. في حالة خرجت، كان عنده كسر الآن في عظمة الآن، وتلقى العلاج وخرج الحمد لله كويس، وفي 9 تانيين حالتهم مستقرة، في 2 بس اللي هم بيتم إجراء عمليات فيهم الآن وإحنا بنتكلم، يعني حالتهم غير مستقرة، لكن إن شاء الله يعني ما يبقاش في وفيات، لكن إحنا متابعين لأنه لسه حتى هذه اللحظة لم يتم حصر الوفيات أو جنسيات الوفيات بالنسبة من جانب وزارة الصحة السعودية. طيب وفي بيان هيصدر عن حضرتك بعد قليل لتوضيح التفاصيل.
بالتفاصيل والاسماء عشان الناس اهالي المصابين او اهالي الحجاج عامه يطمئنوا ونقول لهم تفاصيل كل حاله ان شاء الله. طيب واحنا هننتظر هذا البيان دكتور حسام، وان شاء الله لو يعني صدر بعد قليل يعني خلال فتره الهواء بتاعتنا نتواصل مع حضرتك مره اخرى ونعرف تفاصيل هذا البيان. لكن ما يقوله دكتور حسام عبد الغفار حتى الان يبدو مطمئن الى حد ما، لاني عارفه ان في حاله مش من القلق فقط ولكن من الذعر الشديد. دكتور حسام عبد الغفار متحدث باسم وزاره الصحه، شكرا يا فندم لوجود حضرتك معانا. زي ما الدكتور حسام قال 12 حاله اصابه، لا وفيات في هذا الحادث حتى الآن من الحجاج المصريين أو من العمال المصريين، لأن اللي قاله الدكتور حسام مهم جدا. في عدد من العمالة المصرية كانت بتعمل في أعمال التطوير الموجودة في منطقة الحرم المكي. زي ما قلت لحضراتكم منذ قليل تابعت إحدى القنوات السعودية، ما سمعته أن سقوط هذه الرافعة الحديدية كان بسبب أمطار أو موجة من الأمطار الغزيرة بتجتاح المملكة السعودية، وربما يكون يعني طبعا التحقيقات لن تتم حتى اللحظة، هو كل الانشغال الكبير ب يعني انتشال الجثث ومحاولة السيطرة على حالة الهلع الشديد اللي أصابت الحرم المكي والحجاج، بالإضافة إلى أعمال بتجري على قدم وساق لنقل المصابين إلى المستشفيات وإلى أقرب مستشفيات لبعض الحالات الحرجة ولبعض كبار السن. ده اللي استمعت إليه من إحدى القنوات السعودية قبل ما أجي مع حضراتكم على الهواء بفترة قليلة. هروح مع